الجيش ينتشر في طنجة لضبط حركة الشارع. نشر الجيش المغربي يومه الخميس وحداته في أنحاء متفرقة بمدينة طنجة للمساعدة في تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لقرار إعلان حالة طوارئ صحية كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء كورونا بعد تزايد حالات الإصابة المؤكدة بالمدينة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائط التواصل الاجتماعي انتشار مركبات عسكرية بمختلف الشوارع والنقط الأمنية في مدينة طنجة من أجل فرض احترام التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وعلى رأسها منع التجمعات البشرية. ويروم الإجراء الجديد تقييد الحركة ما أمكن كوسيلة لا محيدة عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة بالمدينة من خلال حصر التنقل في حالات معينة تتضمن التنقل للعمل أو اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي أو التطبيب واقتناء الأدوية من الصيدليات.